في العرض السابق قلنا ماذا نعني بنظام المعادلات، وفي هذا العرض سوف أعرض عليكم واحدة من الأساليب الجبرية لحل نظام من المعادلات، حيث أنه بإمكاننا عدم التطرق لرسم الخطين لمعرفة نقاط التقاطع لها. فقط سوف أعطيكم الحل الجبري الأمثل، وفي العروض القادمة سوف نرى أكثر من الطرق لفعل ذلك. إذن دعونا نأخذ معادلتين، الأولى x زائد 2y تساوي 9، والمعادلة الأخرى 3x زائد 5y يساوي 20. الآن إذا أردنا أن نقوم بما قمنا به في العرض السابق، علينا القيام برسم كل من هذين الخطين. يمكنك أن تضعهما بصيغة تقاطع الميل، وهما موجودان على الصيغة النموذجية الآن، ويمكنك رسم كل من هذين الخطين وإيجاد أين يتقاطعان، وهذا سيكون الحل. ولكن في بعض الأوقات سيكون من الصعب إيجاد بالضبط أين يتقاطعان، لذا سنقوم بحل هذا جبرياً، وسأقوم بذلك باستخدام التعويض واستخدام إحدى هاتين المعادلتين لإيجاد المتغيرات، ثم أقوم بتعويض القيم في ذلك. دعوني أريكم ما الذي أتحدث عنه. دعوني أقوم بإيجاد قيم x باستخدام هذه المعادلة الأولى. إذن المعادلة الأولى هي x زائد 2y يساوي 9. لإيجاد قيمة x دعوني أقوم بطرح 2y من كلا الطرفين. إذن يتبقى لدي x تساوي 9 ناقص 2y، هذا ما تخبرني به المعادلة الأولى. دعوني أقوم بإعادة ترتيبها قليلا. المعادلة الأولى تقول ذلك، وحتى تقوم بتحقيق كل من هاتين المعادلتين فإن x يجب أن تحقق هذه المعادلة الموجودة هنا، ويمكنني أن أعود لأعوض قيمة x هنا. المعادلة الأولى تخبرنا أن x تساوي هذا، وحتى تكون x تساوي هذا دعونا نقوم بتعويض قيمة x. إذن المعادلة الثانية 3x و x تساوي 9 ناقص 2y، 9 ناقص 2y 3 ضرب 9 ناقص 2y زائد 5y يساوي 20، وهذا ما يسمى بطريقة التعويض. فقد قمت بتعويض قيمة x، والسبب في أن هذا مفيدا هو أنه الآن يوجد لدي معادلة واحدة ومجهول واحد، وأستطيع إيجاد قيمة y، لذا دعونا نقوم بذلك. إذن 3 ضرب 9 تساوي 27، و3 ضرب ناقص 2y يساوي سالب 6y زائد 5y يساوي 20، ونجمع 5y ناقص 6y، نجمع هاتين العبارتين ولدينا 27 ناقص y يساوي 20. دعونا نقوم بطرح 27 من كلا الطرفين ونحصل على، إذا نطرح 27 من طرفي هذه المعادلة. في الجهة اليسرى يتم حذف 27 مع بعضها البعض، ويتبقى لدينا سالب y يساوي 20 ناقص 27 يساوي ناقص 7، ومن ثم يمكننا أن نضرب طرفي هذه المعادلة بسالب 1، إذا نقوم بضرب كلا الطرفين بسالب 1 ونحصل على y تساوي 7. لقد أوجدنا قيمة y لنقطة التقاطع لهذان الخطان، وهي y تساوي 7. دعوني أقوم بكتابتها هنا، y تساوي 7، y تساوي 7
فإذا عرفنا قيمة y يمكننا أن نجد قيمة x. x تساوي 9 ناقص 2 y. إذا دعونا نقوم بذلك، x تساوي 9 ناقص 2 y، أي 2 ضرب 7، أي أن x تساوي 9 ناقص 14 أو تساوي سالب 5. فقط عندما نستخدم التعويض نكون قادرين على إيجاد كل من قيم x و y، والتي تحقق كل من هاتين المعادلتين. إذن النقطة x ناقص 5 والنقطة y 7 تحققان كل من هاتين المعادلتين، ويمكنك أن تجرب ذلك. إذن ناقص 5 زائد 2 ضرب 7 أي 14، وهو بالتأكيد يساوي 9. لقد قمنا بحل هذه المعادلة. إذا 3 ضرب سالب 5 تساوي سالب 15 زائد 5 ضرب y، أي زائد 5 ضرب 7. إذا سالب 15 زائد 35 بالتأكيد تساوي 20. إذا إنها تحقق كل من هاتين المعادلتين. وإذا أردت رسم هاتين المعادلتين ستجد أنه تتقاطع عند النقطة سالب 5 7. دعونا نقوم باستخدام طريقة جديدة. لحل هذه المسألة الكتابية، دعونا نقول أنها تخبرنا أن مجموع رقمين هو 70. Sum of two numbers is 70، والفرق بينهما differ by 11. ما هما العددين؟ What are the numbers؟ لذا دعونا نقوم بحل هذه المسألة، ودعونا نعرف بعض المتغيرات. دعونا نجعل الـ x على أنها هي العدد الأكبر، let x be larger number، ونجعل y العدد الأصغر be smaller. وإذا اخترت هذه المتغيرات عشوائيا، واحد منها أكبر من الآخر والفرق بينهما 11، إذن الآن الجملة الأولى وهي مجموع العددين يساوي 70، أي أنها تخبرنا أن x زائد y يجب أن تساوي 70. والجملة الثانية تخبرنا أن الفرق بينهما يساوي 11، إذن العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر يجب أن يساوي 11. إذن x ناقص y يجب أن يساوي 11. إذن لدينا معادلتين بمجهولين، لدينا نظام من معادلتين، ويمكننا الآن أن نقوم بحله باستخدام طريقة التعويض. لذا دعونا نجد قيمة x في هذه المعادلة الموجودة هنا. فإذا قمت بإضافة y إلى كلا طرفي هذه المعادلة، على ماذا ستحصل؟ على الجانب الأيسر سوف تحصل على x لأنه سيتم حذف هذه، وعلى الجانب الأيمن ستحصل على 11 زائد y أو y زائد 11. إذن ستحصل على x تساوي y زائد 11 عندما تستخدم المعادلة الثانية، ويمكنك أن تعود وتعوض ذلك في المعادلة الأولى. إذن لدينا x زائد y يساوي 70، ويمكننا أن نعوض هذا بدل x. لقد استخدمنا هذه المعادلة الموجودة باللون الأرجواني، وعلينا الآن أن نستخدم المعادلة الأولى. فإذا قمنا بتعويض هذا هنا سنحصل على y زائد 11
هذا ما كانت عليه الـ x، ونعوض ذلك بدل x زائد y تساوي 70. هذا هو x، والذي حصلنا عليه من المعادلة الثانية، أي من الجملة الثانية، وفقط قمت باستبدال x ب y زائد 11، وكنت قادرة على فعل هذا لأنه أعطي لنا من المعادلة الثانية. الآن دعونا نجد قيمة y، ونحصل على y زائد 11 زائد y يساوي 70، وهذه تصبح 2y زائد 11 تساوي 70. فإذا قمنا بطرح 11 من كلا الطرفين سنحصل على 2y تساوي ماذا؟ 59. إذا طرحت 10 من 70 نحصل على 60، إذن هذا يساوي 59. إذن y تساوي 59 على 2، أو إذا كتبناه بطريقة أخرى يمكننا أن نكتب 59 على 2 على أنه نفس 29.5. y تساوي 29.5. الآن ماذا ستساوي x؟ ولقد أوجدنا في البداية أن x تساوي y زائد 11، إذن x تساوي 29.5، وهو ما تساويه y، زائد 11، والتي تساوي 29.5 زائد 10 تساوي 39.5، ولدينا 1 فتصبح 40.5. لقد أوجدنا ذلك. وإذا أردنا أن نجد التقاطع لهذان الخطان فإنهما سوف يتقاطعان عند النقطة 40.5 و29.5، ويمكنك استخدام هذه المعادلة لإيجاد قيم x وتقوم بتعويضها، ويمكنك أن تستخدم هذه المعادلة لإيجاد قيم y ومن ثم تقوم بتعويضها، أو يمكنك أن تستخدم هذه المعادلة في إيجاد y وتعوض ذلك في تلك المعادلة. الشيء المهم هو أنك ستستخدم كلا هاتين المعادلتين. الآن دعونا نتحقق من أن هذا ينجح. ما هو مجموع هذين العددين؟ 40.5 زائد 29.5 بالتأكيد يساوي 70، وبالتأكيد أن الفرق بينهما يساوي 11، إنه بالضبط يساوي 11. على أي حال أتمنى أنكم وجدتم هذا مفيداً.